النهارده كان في بيان مهم جدا للازهر الشريف، يمكن اهميته بتكمن في توقيته. هو جاي في توقيت بدا التحرش فيه ياخد منحنى تاني خالص. بنشوف ان اللي بيتحرش هو اللي بيتم الاحتفاء بيه، هو اللي بيتم تبرير افعاله، في حين انه من تم التحرش بيه بيتهم بانه يشهر بالمتحرش. حتى عندما وصل الموضوع للقتل على شاطئ قبل أيام، وشفنا واحد حاول يتحرش بزوجة شخص، فالشخص عندما اعترض قتله، لقينا الناس اللي بتقول إنه إيه اللي مودي الست أصلا الشط، وإن الست لو كانت لابسة لبس شرعي ومش عارف إيه كان هيبقى الموضوع ما يحصلش فيه ده. فدخلنا في نفق مظلم الحقيقة، ما بقناش عارفين نتصرف فيه إزاي. لكن تداخل الأزهر زي ما قلنا كان مهم جدا، لأنه أصدر بيان واضح وقاطع وقوي، قال فيه إن التحرش إشارة أو لفظا أو فعلا هو تصرف محرم وسلوك منحرف يأثم فاعله شرعا، كما أنه فعل تأنف منه النفس السوية وتترفع عنه وتنبذ فاعله وتجرمه كل القوانين والشرائع. وأوضح أن تجريم التحرش أو المتحرش يجب أن يكون مطلقا ومجردا من أي شرط أو من أي سياق، يعني مش عشان أصلها لابسة لبس من وجهة نظر المتحرش مخالف فبالتالي التحرش بيها يكون حلال. البيان بيكمل وبيقول ان تبرير التحرش بسلوك او ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط لما في التحرش من اعتداء على خصوصية المرأة وعلى حريتها وكرامتها، فضلا عما تؤدي اليه انتشار هذه الظاهرة المنكرة من فقدان الاحساس بالامان والاعتداء على الاعراض والحرمات. فبالتالي زي ما قلنا هذا الغطاء الشرعي الهلامي اللي كان موضوع حوالين التحرش واللي كان مبرر طول الوقت ومردود إلى سلوك الفتاة أو إلى سلوك السيدة وإلى ملابس السيدة وإلى طريقة حديث السيدة، طول الوقت كان التحرش منسوب للمعتدى عليه وليس للمعتدي. هذا الغطاء الشرعي أتمنى يكون زال بهذا البيان. عشان كده خلونا نرحب بضيفنا اللي انضم إلينا عبر خدمة سكايب، الأستاذ محمد الدويك، الباحث في الفكر الاسلامي. استاذ محمد برحب بيك معايا في بتوقيت مصر. زي ما قلنا انه الغطاء الهلامي اللي كان محطوط حوالين التحرش والتبرير اللي بقى معتاد كتير الايام الاخيره المتعلق بان الست دايما هي اللي غلطانه بلبسها بطريقتها بكلامها، هذا الغطاء ازيل اليوم ببيان الازهر من وجهه نظر. هو بيان كويس واعتقد ان هو بيحطنا على اول الطريق السليم، ان هو جريمه وجريمه ما ينفعش ابدا باي حال من الاحوال ولا دينيا ولا اخلاقيا، يعني ان الطرف المعتدى عليه او المجني عليه يبقى هو المسؤول عن كده. والا مثلا كنا اي جريمه سرقه طعام من اي محلات من اي مطعم او من اي محل او من اي هايبر ماركت تبقى مبرره، لان الشخص ده جعان وما ممسكش نفسه امام الطعام والاكل شكله مغري برضه، شكلها كل الفراخ المشويه المعروضه في الشوايات المفروض كلنا نعتدي عليها، وبعدين كمان اللي عايز يتجوز ومش قادر يجيب انتريه وسفره المفروض يعتدي على كل محلات الاثاث عشان طبعا شكلها مغري، وهو راجل عايز يشتري اوضه نوم وعايز يشتري انتريه، فكده كمان العري اللي ما عندوش هدوم يلبس، اللي ما عندوش مقدره يشتري هدوم يعتدي على محلات الملابس، واللي ما عندوش فلوس يسرق بنك. فاعتقد ده يعني منطق سخيف جدا ومنطق غبي ومنطق احمق ومحدش يقبل بيه. وبعدين احنا عندنا في الشريعة الإسلامية لما اتكلمت مفيش عقوبة للست في جرائم في جرائم الشرف أزيد أو أقل من عقوبة الراجل، هو الراجل والست الاثنين متساويان في المسؤولية القانونية أو المسؤولية الدينية والإيمانية وفي العقوبة. وفي الآية القرآنية الشهيرة إن المؤمنين والمؤمنات الخاشعين والخاشعات المتصدقين والمتصدقات والقانتين والقانتات الصائمين والصائمات الحافظين فروجهم الحافظات، 10 صفات المؤمنين والمؤمنات متساويين تماما. ما فيش حد دفع مثلا في جريمة زنا مثلا أثناء تطبيق الحد أو غيره إنه السيدة يعني هي من تمايلت أو هي من أغرت، فبالتالي رفعت عنه العقوبة، ده ما كانش مبرر في أي وقت من الأوقات. والله إحنا عندنا يعني موضوعين، يعني مثلا في حد اللعان
يعني كان ما قبل الإسلام كان الراجل اللي بيضبط زوجته متلبسة بجريمة الزنا أو الفعل الفاحش في بيته، الزوج كان بيجد أنه من المنطق جدا أن يرفع سيفه ويقتلها هي والرجل الذي تفعل معه ذلك. وحتى أحد لما الرسول عليه الصلاة والسلام أصيبت وقع كهذه ونفى القتل، قال لا ما ينفعش حد يقتل حد، حتى لو أنت دخلت بيتك وقيت حد مع زوجتك جوا بيتك في فراشك ودي في أعلى لحظات الاستفزاز، لم يبح الإسلام القتل ولا للعشيق ولا للزوجة الخائنة. ولما نزلت الإسلام حد اللعان هو بيشهد 4 شهادات بالله وهي بترد عليه نفس ال4 شهادات، يعني انت ليس لك مالكش حق الا انك تاخدها وتروح بيها للقاضي وتحلف 4 مرات انك من الصادقين والخامسه ان غضب الله عليه ان كان من الكاذبين، وهي 4 ايمان بالله تشهد 4 شهادات بالله انه من الكاذبين، والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الصادقين. طيب افرض ما وصلوش لحل، هو حلف 4 مرات، هي حلفت 4 مرات، طب ما فيش حل، يفرق القاضي بينهما، لا يوجد أي حق للاعتداء على هذه المرأة. يبقى أنت لو في أعلى لحظات الاستفزاز عندما تكون الزوجة مدانة ومذنبة أكبر ذنب وهو بالفاحشة وارتكاب الزنا في بيتها في تجاه راجل، ليس له الحق إلا بحاجتين، يجيب 4 شهود يشهدوا على الواقع، مفيش 4 شهود يروح للقاضي يشهد 4 شهادات أمام القاضي. يبقى الإسلام بيقول لك أنت كرجل في أعلى لحظات الاستفزاز في أحلى لحظات معصية المرأة، المرأة التي تفعل ذلك مرأة مجرمة وعاصية، تمام، انت لا تملك ان تمتد يدك عليها بالاذى او بالاعتداء، مالكش الا انك تثبت الجريمه بوسائل الاثبات القانونيه الشرعيه او انك تطلقها، طيب تمام. يعني يمكن فالمسؤوليه التحرش زي ما قلنا يمكن مش ظاهرة جديدة، احنا بقالنا سنوات بنعيش في هذا الكابوس، يعني خصوصا في اوقات المواسم والاعياد بتظهر فيها صحيح التحرش بشكل كبير، لكن ما كانش الازهر بيتداخل هو بنفسه وبيدخل ببيان بيوضح فيه الامور بهذا الشكل. تفتكر ايه اللي خلى الازهر المرة دي تحديدا يتداخل بهذا الشكل ويصدر هذا البيان الواضح؟ يمكن علشان يعني هل مثلا بعض الدعاة السلفيين اتكلموا في اكتر من وسيله ان زي المراه او لبس المراه هو المسؤول عن ذلك، وان ده مبرر لان الراجل يكون بلا اخلاق وبلا دين ويكون وحش كده اول ما يشوف قطعه من اللحم عاريه ينهشها فورا، فهل مثلا هم اتحركوا كرد رد فعل لتبرئه المراه او تبرئه الاسناد الديني من الاتهام ده؟ ربما يكون هذا احتمال، هل هو رد فعل شخصي وطبيعي منهم؟ ممكن برضو، خاصة ان احنا عندنا مثلا يعني كانت في وقعة تحرش في الاسلام بالمناسبة حصلت قديمة جدا، احد الصحابة تحرش بزوجته، كانت المرأة دي اسمها عاتكة وكانت امرأة بالمناسبة التاريخ الاسلامي بيوصفها كده، كانت مكتملة الجسد مكتملة الجمال، جمال الجسد والعقل، كانت امرأة جميلة جسمها مكتمل عقلها كمان مكتمل، وبالمناسبة ده وصف إسلامي، يعني كان ست بتخرج ومعروف شكلها ومعروف ملامحها ومعروف تصرفاتها فقادرين نحكم عليها. فعاتكة دي كانت متزوجة عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب كان بيغير عليها جدا لأنها ست جميلة وبتمشي في الشارع، وكانت هي ست دي بتحب تروح تصلي في الجامع، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، كويس. وبالمناسبة الستات في الفترة دي كانت بتصلي مع الرجالة في نفس المسجد بلا حائل، الستات والرجالة كانوا مختلطين في مسجد الرسول، بل في حديث تاني في البخاري رواه البخاري أن الرجال والنساء في عهد رسول الله كانوا يتوضؤون جميعا من مكان واحد وفي إناء واحد، ده التفسير، لكن لفظ الحديث يتوضؤون جميعا، يعني بيتوضوا في نفس الوقت، انت متخيل بتوضي يعني تكشف ايديها وشعرها ورجليها، بس يعني كان في حاله من الثقه المتبادله ما بين الناس وما كانش في هذا يعني حاله الحساسيه نقول المفرطه وقعة في التعامل ما بين التحرش. الرجل والمراه. لكن وقعت التحرش هي ست بعد ان توفى عنها زوجها عمر بن الخطاب تزوجت الزبير بن العوام، فالزبير كان بيغير غيره شديده عليها وهي بتخرج لصلاه الفجر، صلاه الفجر ده بالليل وفي وقت خطر وانت بتتكلم وقت ما فيهوش كهرباء وفي مخاطر كبيره جدا، فما يقدرش يمنعها لان هي قالت لن امتنع عن مكان يعني وافقني عليه رسول الله، فهو تخفى اليها في سقيفه بني ساعده استخبى لها في مكان كده، وهي رايح داخله المسجد راح حط ايده عليها، فالست اتخضت واتفزعت وطلعت تجري وروحت بيتها وقالت لقد فسد الزمان لمجرد ان راجل حط ايده عليها في الشارع بدون اذنها، وده كان جوزها طبعا يعني ما تعرفش، فتصورت كان ان بيحاول الزمان يخوفها قد يعني فسد، علشان تمتنع عن الذهاب يعني لصلاة خوف عشان تمتنع لانه ما يقدرش يمنعها لان في حديث عن الرسول لا تمنعوا اماء الله
مساجد الله. كان بيعتبرها دليل فدي على واقعة، فساد الزمان يعني. هي دي واقعة معبرة جدا، إن النساء كانت تمشي في الشوارع، تمام. تذهب وتروح وتجيء في الظلام وفي النور دون أن تخشى على نفسها أي شيء. لكن خليني ولا أقول حد لك إنه كان بيلومها التحرر يعني. أولا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ صحيح. محمد دويك، الكاتب الصحفي والباحث في الفكر الإسلامي، شكرا جزيلا. أيضا انضمت إلينا عبر الهاتف الأستاذة جنيت عبد العليم، المديرة التنفيذية لمركز مساواة للتدريب والاستشارات. برحب بك يا فندم. وإلى أي مدى الفتوى أو البيان اللي أصدره الأزهر اليوم واللي بينكر فيه وبيحرم فيه التحرش ويعني يحرم البحث عن أسباب ليه ممكن يواجه أو يساهم في مواجهة ظاهرة التحرش اللي يعني تكاثرت بشدة الفترة اللي فاتت؟ في الحقيقة البيان هايل ومتوازن جدا جدا جدا، وما كانش ممكن يتصاغ بشكل أروع من كده. أنا شايفة إنه حتى توقيته تأخر كثيرا، يعني كان المفروض بيان زي كده يخرج من سنين، لأنه الوضع وصل لما هو أسوأ بكثير من التحرش، وهو قبول المجتمع لفعل التحرش أو التعود على فعل التحرش. فبقى إنه أبسط الأمور التحرش اللفظي، الناس ما بقتش تعتبره تحرش. إحنا وصلنا لمرحلة إنه المجتمع المصري بقى عنده قبول لده، وبيبرأ المتحرش وبيشايف إنه خلاص يا جماعة ما حصلش حاجة. فبيان زي ده كان المفروض يخرج من فترة، يعني على الأقل فترة 2012، الفترة اللي كان فيها حرس التحرشات الجماعي. الجماعية في الميادين المصرية، فترة حكم التيار الديني لمصر، لما كان التحرش بيستخدم لإرهاب النساء من النزول للميادين العامة، استهداف أجساد النساء في كل التظاهرات السياسية. ده كان أمر مشهور جدا في التوقيتات دي. فبيان زي ده كان ممكن يفرق كتير جدا لو خرج في التوقيت ده، وأرجو إنه يوصل بينا للهدف المنشود بخروج البيان بصورة ما توصلناش لفكرة سيطرة التيار الديني والسلطة الأبوية الدينية على أجساد النساء المصريات يعني. لكن يعني ممكن يكون على الأقل، لأنه زي ما شفنا في الفترة اللي فاتت كان في كل ظاهرة تحرش أو في كل حادثة تحرش التعليقات بتقول ما هي لو لابسة كذا، ما هي لو عاملة كذا. يعني هو الفتوى دي تصلح رفع على الأقل إن هي توجه لهؤلاء إذا ده تحدثوا. مردود عليه، يعني بقى عندنا رد من مؤسسة دينية في مصر بتقول إنه أجساد لبس الفتيات مش مبرر. غير مبرر تماما لفعل التحرش، لأنه ده كان طول الوقت الخطاب الديني كان طول الوقت بيعول على فكرة الحلوى المكشوفة والحلوى المتغطية. أظن البيان هو فل يمكن الثغرة دي الخطاب تماما. السلفي اكتر، يعني الخطاب اللي خارج عن السلفيين بشكل اكتر يعني. ما نقدرش انه ننكر انه الخطاب السلفي مسيطر على كتير من الاحياء الشعبيه والاوساط في اوساط كتير متاثره بيه في مصر وبترد بالشكل ده. ما هي كانت لو كانت لابسه ده، حتى في وقعه قتيل الاسكندريه اللي دافع عن مراته من التحرش اتقال ما هو اللي نزل بيها شط مختلط، ليه ما راحش بيها شط سيدات فقط؟ وكانت يعني المفروض انا كان عندي طول وكانه كان يعني الراجل مات يا جماعه، الراجل بقى في احنا بيني وبين بنباهي طول ربنا الوقت ان وانتوا مصر لسه يعني هي بتحولوا على الدولة انه العربية الست الأولى لازم هي السبب. اللي كانت بتسمح للسيدات بالتصويت في الانتخابات، والدولة الأولى اللي كانت بتسمح للسيدات بالقيادة. طول الوقت كنا بنفخر بده، دلوقتي بقينا احنا نرجع ان الست ما ترجعش ما تطلعش من البيت خالص احنا علشان وصلنا ما لمرحلة تتعرضش ما للانتحار. قبل نقطة الصفر بمراحل، فيعني أرجو إن الخطاب ده ينتشلنا حتى للوصول لنقطة الصفر، ونبتدي نشتغل على توعية بدون التعويل على النقطة دي تحديدا، لأنه دي كانت أكتر نقطة بتواجه حملات التوعية اللي تمام. بتتعمل في الشارع. لما كنا بنكلم الشباب في إنه مش كان من حقك يقول لك ما هي اللي بتلبس اللبس على عيني طول. بلبسها. مظبوط. كان يعني حتى الناس، انا شايفه انه خطاب امك واختك ده خطاب خاطئ جدا، بس حتى لما كان المتطوعين بتوع المبادرات اللي انتشرت في 3 4 سنين لما كانوا بيعولوا على النقطه دي يقول لك انا امي ما بتلبسش كده وانا اختي ما بتلبسش كده، يعني كان طول الوقت نتمنى بيعول تكون على لبس الحجة دي بقى المراه. انتهت. أنا بشكرك شكرا الخطاب جزيلا. ده يعني البيان اللي صدر النهارده يعني قتلها بحثا يا جماعه. ما فيش مؤسسه دينيه في مصر اعلى من الازهر الشريف، فوارده بشكل صريح جدا في البيان انه ده لا يعول عليه تماما. تمام. أنا بشكرك شكرا جزيلا جنيت عبد العليم، المديرة التنفيذية لمركز مساواة للتدريب والاستشارات.